اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم في أوتوكاد، وهو كيفية حفظ لقطات ثنائية الأبعاد من المناظير. فرضا لدينا هذا المنظور اللي هو للمسجد الذي طبقناه في إحدى الأمثلة. نعطي الأمر في إنتر ونغير برسبكتيف إلى أوف، ونغير قطر العدسة مثلا إلى 18. الآن نريد أن ننشئ لقطة فراغية، لقطة بنقاط فرار. من أنواع المناظير نتحول أولا إلى برسبكتيف. إذا تحولنا إلى برسبكتيف تحول المنظور إلى نقاط فرار. الآن عن طريق شفت مع الدولاب نقوم بتظبيط اللقطة. دائما حاول أن تبقى الخطوط الشاقولية شاقولية، ودائما نتذكر أن الناظر لا يشاهد سقف المبنى العادي إذا كنا نريد أن نعمل لقطة تحاكي عين الناظر. الآن نريد أن نحفظ هذه اللقطة، إذن عن طريق حولنا المشاهد إلى شيد، ثم عن طريق الأمر في انتر نأخذ نيو ونعطي اسم للقطة، مثلا اللقطة واحد رح أسميها. ودائما يفضل إزالة تفعيل الخيار سيف لاير سناب شوت حتى لا يحفظ وضعية الطبقات مع اللقطة. أوكي، إذا هذه لقطة أولى. نقوم عن طريق شفت مع الدولاب، فرضا نريد أن نأخذ لقطة علوية، إذا هذه لقطة علوية مثلا، ثم عن طريق الأمر في انتر كالعادي نأخذ نيو ونعطي اسم لهذه اللقطة الجديدة مثلا 2، وسأزيل تفعيل الخيار سيف لاير سناب شوت. أنا أفضل عادة أن أقوم أيضا بالتحويل إلى برل منظور عادي إلى المنظور SW إيزومتريك، وأزيل التلوين وأحفظ هذه اللقطة وأسميها عادة اللقطة SW. إذا هذه اللقطة هي لقطة للعمل، إذا متى ما أريد أن أعمل على الشكل أخذ اللقطة SW. إذا نيو سوف أحفظها لقطة SW وأزيل تفعيل خيار سيف لاير سناب شوت. إذا أصبح لدينا ثلاثة لقطات نستطيع أن نشاهدها من هنا كاستم موديل فيو، اللقطة واحد واللقطة اثنين واللقطة ثلاثة. إذا أصبح لدينا ثلاثة لقطات. مثلا هذه اللقطة واحد نريد أن نحولها إلى 2D. إذا أولا نحول الأيقونة الإحداثيات UCS Enter حتى تتحول الأيقونة إلى أيقونة بالوضعية الدولية، ثم نعطي أمر اسمه Flat Shot كما نكتبه. إذا عند إعطاء الأمر Flat Shot نريد توليد لقطة 2D. نفعل الخيار Export to File ونحدد مكان حفظ هذه اللقطة. أنا سوف أحفظها بالمستندات باسم A1. إذا هذه اللقطة الأولى لاحقتها DWG، إذا AA1. هنا نحدد اللون للخطوط الأمامية، وهنا Obscured Line إذا كنا نريد إظهار الخطوط الوهمية سوف أزيل تفعيلهم. هنا Include Triangle Edge إذا كنا نريد الحواف المنحنية أن يظهر لها خطوط سوف أفعل هذا الخيار في هذه الحالة الأولى. Create أنشئ. إذا أنشأنا لقطة اسمها AA1، نفتحها من فايل Open من المستندات AA1، سوف أجد اللقطة حسب مكان تخزينها. إذا لم تظهر اللقطة نكبس Enter على دولاب الفأرة أو Zoom Enter E Enter فتظهر اللقطة على حجم الشاشة. نلاحظ خطوط الترينجل هي الخطوط التي ظهرت عند بداية الأقواس. بعد قليل سوف أزيل هذا الخيار. إذا هذه هي اللقطة الأولى AA1. إذا هذه هي اللقطة الأولى AA1. إذا الآن سوف أحول إلى اللقطة الثانية 2. سوف أعيد نفس الأمر Flat Shot، ولكن سأغير قليلا في الخيارات. إذا نعطي الأمر Flat Shot، سأحفظ هذه المرة اللقطة Flat Shot نفس الأمر. سنحفظ اللقطة باسم AA2 بنفس الدليل Export to File، ولكن هذه المرة سنطلب من الحاسب إذا بالمستندات أيضا اللقطة AA2. إذا سأسمي اللقطة AA2 سيف. هذه المرة سنطلب من الحاسب إظهار الخطوط الوهمية Obscured Line، ونحدد الخطوط الوهمية أن تظهر Hidden منقطة، ونزيل التفعيل عن خطوط المنحنيات. طبعا الخطوط الوهمية لا تلزم لطالب العمارة، ولكن طلاب الميكانيك أحيانا يحتاجون الخطوط الوهمية. الآن نفتح الملف AA2. الخطوط الوهمية إذا لم تظهر بالشكل المنقط المطلوب فيوجد لدينا أمر في أوتوكاد هو Line Type Scale LTS. Line Type Scale LTS طبعا هنا نشاهد أنها هي لقطة 2D. إذا الأمر LTS
تي اس لاين تايب سكيل، نغير قيمته مثلا الى 50 30 40 اذا لم تكن الخطوط المنقطه بالمظهر المطلوب. اذا اصبح لدينا لقطتين. اذا تعلمنا اولا كيف نولد اللقطات الـ2D للمناظر. طيب كيف نحصل على الواجهات؟ امر بسيط جدا، نحول سوف ازيل التلوين واتحول الى بارلل نظامي، ثم اذا اخذنا بارلل ثم ناخذ فرونت هذه الواجهة، اريد توليد لقطة 2D منها. اذا هذه واجهة الشكل، نفس الامر بنفس الاسلوب تماما، فلات شوت، نعطي اسم لهذه اللقطة، مثلا ساصدرها الى ملف اسمه AA3، كلها في المستندات اضعها AA3. اذا اقوم اولا بتوليد لكل لقطة ملف، ثم سوف نتعلم كيف تجمعها مع بعضها AA3. طبعا لا نريد الخطوط الوهمية ولا نريد خطوط المنحنيات، فقط اوكي. اصبح لدينا لقطة الان اسمها AA3. نفس العملية تماما سوف اعيدها مرة ثانية. اذا هذا هو الملف AA3، نفس العملية ساعيدها مرة ثانية ولكن لتوليد مسقط افقي او موقع عام. اذا نحول المشاهدة الى توب، نفس الامر فلات شوت. الان نريد توليد مسقط افقي او موقع عام، طبعا راح سميه انا AA4. اصبح لدينا الان اربع لقطات AA1 AA2 AA3 وAA4. نستطيع مشاهدة هذه اللقطات معا من القائمة ويندو تايل هوريزنتال. مثلا نريد تجميع هذه اللقطات هنا، اذا نقف على هذا المسقط، نحدد المسقط فرضا، هذا الملف نحدده، ثم كنترول سي نسخ، ثم نعود مثلا الى المسقط الافقي، هنا سوف اجمع اللقطات، كنترول في، نكرر العملية للمناظير ايضا، نحدد المنظور نحدده، كنترول سي كنترول في، وهكذا تم تجميع اللقطات الاربعة في لوحة واحدة. اذا هذه اللوحة تحتوي على مساقط وعلى اللقطات المنظورية. اذا كنترول سي نسخ، كنترول في لصق. الان عن طريق الامر موف نقوم بترتيب اللوحة. طبعا هذه لقطات 2D، اي نستطيع استخدام امر التهشير وتظليل المناظر. اذا ولكن هناك مشكلة في هذه اللقطات التي نقوم بتوليدها عن طريق الامر فلات شوت، ان هذه اللقطات لا تأخذ الا الكتل. مثلا راح اعود انا للمنظور، راح احط الايقونة باسفل الشكل وارسم حوالي الشكل ارض بالامر مستطيل رك عادي. اذا سوف ارسم حول الشكل رك عادي مستطيل. لا تنسى ان تضع الايقونة في اسفل الشكل حتى لا يظهر المستطيل في الهواء. اذا نضع الايقونة في اسفل الشكل ثم نرسم امر رك، نفجر الرك ثم عن طريق امر اوفست، مثلا اوفست 600 مع استخدام خيار ملتبل، اقوم برسم مثل خطوط ارض بالاتجاهين الافقي والاتجاه الشاقلي. الآن إذا تحولنا إلى اللقطة واحد وقمنا عن طريق الأمر فلات شوت بتوليد لقطة سأسميها AA5. إذا عن طريق الأمر فلات شوت قمت بتوليد لقطة سميتها AA5. المشكلة سوف نلاحظ عند الذهاب إلى اللقطة AA5 وفتحها أن الخطوط في الأرض لا تظهر، لأن الأمر فلات شوت لا يأخذ إلا المجسمات، حتى السطوح لا يأخذها. إذا شرط يجب أن تكون فلات شوت مجسمات سوليد. ما الحل؟ الحل هو أن نقوم بتعريف طابعة، هذه الطابعة من فايل، يوجد شيء اسمه بلوتر مانجر، نأخذ زر Added Bloater إضافة طابعة، تظهر هذه النافذة، أمر بسيط جدا، التالي كلها نفس الخيارات التالي. عند اختيار الطابعة نبحث عن طابعة اسمها AutoCAD DXB File. إذا قمنا بإضافة هذه الطابعة التالي، طبعا أنا سوف أعطي التالي، يطلب اسم لها DXB File، أنا معرفة عندي فسيقول لي أن الطابعة موجودة سابقا، موافق، نقوم بإغلاق النافذة. إذا تم إضافة طابعة لأوتوكاد اسمها طابعة DXB. الآن نعطي أمر الطباعة العادي Ctrl P، أمر الطباعة Ctrl مع P، أمر الطباعة العادي، نقوم بتحديد الطابعة التي عرفناها، سنلاحظ نبحث عنها ضمن الطابعات، يوجد طابعة يكون اسمها أوتوكاد DXB، هذه الطابعة DXB File PC3 هنا سماها،
إذن حددنا الطابعة التي قمنا بتعريفها، ثم نتابع بخيارات الطابعة، نحدد الورقة مثلا A4 ويندو، ماذا نريد أن نطبع؟ نريد أن نطبع كامل الشكل مع أخذ جزء من الأرض. إذن نريد أن نطبع هذا الشكل مع أخذ جزء من الأرض. إذا كنا نريد أن تكون الخطوط أسود وأبيض حصرا، فنذهب إلى بعد تحديد الشكل هنا في الأعلى على اليمين Center the plot. إذا نريد الشكل في نص الصفحة، في الأعلى على اليمين هنا نبحث الخيار مونيكروم أسود وأبيض، لا نريد خطوط ملونة، نعم. وهنا نأخذ Legacy Hidden، أي لا نريد الخطوط الوهمية. إذا يظهر هذا الشكل. الخطوط على المنحنيات يمكن التخلص منها بإعطاء أمر اسمه Dis Bezel، نعطيه قيمة 1. الآن سوف نعيد عملية الطباعة إذا كنا لا نريد الخطوط على المنحنيات. بدلا من تجهيز الطباعة مرة ثانية من الخيار العلوي نأخذ Previous Plot. نفس الخطوات. عند إعطاء أوكي يقوم الحاسب بحفظ الملف بلاحقة DXB. إذن هذه الطباعة بدلا من أن يطبع الشكل على ورقة يطبعه إلى ملف، ولكن لاحقت الملف DXB. الآن نفتح ملف جديد من فايل نيو وليس أوبن. إذن نأخذ من فايل نيو ونفتح رسمي أكاد إيزو عادي. إذن من فايل نيو ثم عن طريق القائمة Insert يوجد شيء اسمه Drawing Exchange Binary، إحضار رسمات DXB. إذن فتحنا رسمة جديدة من فايل نيو وأحضرنا ملف DXB. إذن أحضرنا ملف DXB كالعادة، ننقر نقرتين على الدولاب إذا لم يظهر على الشاشة. إذن هذا هو ملف DXB. نستطيع تجذيب الخطوط بالأمر Trim. الآن نعلم كامل المسقط كالعادة ثم Ctrl C ونذهب إلى الملف الذي جمعنا فيه اللوحات الأربعة السابقة ثم Ctrl V. إذن ثم Ctrl مع V نقوم بتكبير المسقط. هنا أحيانا يكون صغير جدا عن طريق أمر سكيل العادي، نقوم بتكبيره 10 مرات 20 مرة بتكبيره، لأن لم نضع مقياس، لأن المناظير عادة لا مقياس لها. ثم نزيح هذا المسقط. طبعا بما أن هذه اللقطة DXB فنستطيع أن نضع معها أشجار أشخاص، مثلا نفتح أي مكتبة أشجار أو أشخاص من فايل أوبن، مثلا هذه المكتبة، ونختار مثلا منها شجرة كالعادة. إذا نريد إحضار شجرة نحدد الشجرة كالعادة ثم Ctrl C ننسخ الشجرة ونعود إلى ملفنا ونأخذ Ctrl V ونلصق الشجرة بجانب المنظور. وهكذا هذه العملية مفيدة للحصول على المناظير مع المساقط مع الواجهات، نرتبها على لوحة واحدة. إذن نقوم بوضع الشجرة هنا كالعادة. إذا كانت الشجرة صغيرة نقوم بتكبيرها أو تغيير لونها مثلها مثل أي كائن، طبعا لقطة 2D. إذن هذه هي الصورة النهائية، لوحة تحتوي مساقط وواجهات ومناظر.